المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 25 لانعقاد المؤتمر الوطني المستقل في تشاد. وبعد مضي ربع قرن على هذا المؤتمر الذي عقد في 15 يناير عام 1993، استضفنا هنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد صالح أيوب، أيضا أحد الذين شاركوا في المؤتمر الوطني المستقل باعتباره كشخصية مرجعية، وأيضا الدكتور حسن يعقوب الذي أيضا من ضمن المتابعين للمؤتمر الوطني المستقل وأيضا محاضر بالجامعات التشادية. السلام عليكم. إذن الأستاذ الدكتور محمد صالح أيوب، نبدأ بك أولا باعتبارك أحد الشخصيات المرجعية المشاركة في المؤتمر الوطني المستقل في عام 1993، ما هي الأسباب التي أدت إلى انعقاد المؤتمر الوطني المستقل؟ في البداية حقيقة اسمحوا لي أن نترحم حقيقة على الذين فقدناهم، الذين حضروا معنا المؤتمر المستقل وانتقلوا، وعلى رأسهم الحقيقة رئيس المؤتمر البنغو. وأيضا نتمنى من الذين من الأحياء، من الذين حضروا المؤتمر المستقل، أن يتذكروا معي اليوم ما هي الجهود التي بذلت خلال انعقاد المؤتمر المستقل في التقريب بين وجهات النظر المختلفة للتشاديين بعد ظروف يعني حقيقة صعبة نوعا ما. الحقيقة الأسباب انعقاد المؤتمر الوطني المستقل بعد الحقيقة الانتقال أو نجاح حركة الإنقاذ الوطني التشادية سنة 1990 وانتهاء حكم ديكتاتوري، الحقيقة تشاد كان في مفترق طريقين، بالذات بعد تجربة لمدة سنتين يعني 1991 عند 92، يا أما أن تستمر على طريقة الحقيقة نحن نسمي فيه استمرارية الحكم الفردي التسلطي والذي خبرته لفترة طويلة جدا ربما منذ الاستقلال، أو أن تأخذ منحة آخر وهو الانفتاح السياسي، وهو كان الحقيقة يعني يحتاج إلى إرادة شجاعة وإرادة سياسية قوية جدا، لأن التسلط والحكم الدكتاتوري تعود عليه الناس ويكاد يكون لا يحتاج إلى صعوبة كبيرة من قبل الذين استولوا على السلطة سنة 1990. لكن الإرادة السياسية للدولة رأت أن من المناسب أن تنفتح سياسيا وأن تختار يعني خط انفتاح سياسي يؤدي إلى مشاركة أكبر عدد من الفاعلين السياسيين في تشاد في الحياة السياسية العامة، وعندها فكروا في انعقاد المؤتمر الوطني المستقل كوسيلة من وسائل إعادة الاستقرار السياسي من جانب، وأيضا إعادة اللحمة الاجتماعية التي مزقتها سواء كانت الحروب أو الحكم الدكتاتوري الذي استمر حوالي 8 سنوات. على حسب وجهة نظرك، ما هي الأسباب التي أدت إلى انعقاد المؤتمر الوطني المستقل؟ يعني بس دعوني أرجع ولا شوية. طبعا نحن في لابد نعرف أنه اليوم العالم أصبح يعني قرية واحدة، فلا بد في تأثير عالمي. نحن نعرف أنه في هذه الفترة يعني الفترة التسعينات كان العالم مقسوم، يعني قبل التسعينات كان مقسوم على قسمين قطبين، يعني القطب الاشتراكي يقوده الاتحاد السوفيتي سابقا، والقطب الرأسمالي أو الغربي كان تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت الحرب الباردة، عندما جاءت الحرب الباردة يعني ما بين القطبين الكبيرين انتهت، يعني ماذا أخش في التفاصيل لأنه الوقت لا يسمح، فانتهت النتيجة بأنه أصبحت أمريكا مسيطرة على العالم، وأصبحت هذه الفترة نحن نطلق عليها بالنظام العالمي الجديد،
أي بمعنى أن النظام العالمي الجديد معناه يعني أن هناك في نظام عالمي قديم. النظام العالمي القديم هو نظام يعني معناه نظام القطبين أو يسمون نظام السيطرة الأمريكية. فأصبحت أمريكا بعد ما انتهت من الاتحاد السوفيتي يعني هي مسيطرة في العالم سياسيا اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا. ومن ضمن ما يعني وضعت بعض الشروط أو بعض الأشياء لابد أن تتبعها الدول حتى يكون يعيش العالم في سلام ووئام. فمن ضمنها قالت لابد أنه أي يعني هي ترفض الأنظمة الدكتاتورية، ولذلك لابد من شروطها لابد كل الدول أن تطبق الديمقراطية. النظام العالمي الجديد يعني يفرض تطبيق الديمقراطية على كل العالم. لا يمكن يعترف بدولة يعني تكون نظامها دكتاتوري كما ذكر البروف زميل محمد صالح أيوب. لابد أن تطبق الديمقراطية في جميع، ولذلك فنحن كجزء من العالم لابد أن نعيش مع العالم ولابد أن نتمشى مع. يعني على حسب وجهة نظرك كون تشاد في عام 90 انتقلت من النظام الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي، ولكي تكون هناك ديمقراطية حقيقية على أرض الواقع لابد من تنظيم المؤتمر الوطني المستقل. عشان كده أقول أنا بمعنى أنه وفي طبعا تغير النظام، فلا بد النظام الجديد لأنه يعني لابد يحترم القرارات التي أتت من النظام العالمي الجديد. هذا هو ما دعا إلى أنه نعم. بروف محمد صالح أيوب، طبعا المؤتمر الوطني المستقل على حسب المعلومات التي وصلتنا أن هناك مجموعة كبيرة من المشاركين شاركوا في هذا المؤتمر وطرحت جميع قضايا تشاد من مختلف النواحي. إذا هذا المؤتمر بهذه الكيفية لابد من التحضير، كيف تم التحضير للمؤتمر الوطني المستقل؟ الحقيقة المؤتمر الوطني المستقل شكلت لجنة، قلت لك الإرادة السياسية للانفتاح التي حصلت في الحقيقة في داخل الحركة الوطنية للإنقاذ الـ MPS، والحقيقة حتى في بعض الأحيان إرادة من قبل الذين يودون أن تكون تشاد بشكل يختلف عن تشاد القديمة. هذه الإرادة أدت إلى أن تكون لجنة وتطرح فيها قضايا، لكن حينما طرحت القضايا في اللجنة كانت الحقيقة في صراع قوي، لأن في مجموعة تحبذ السيطرة أو الجانب الدكتاتوري وفي مجموعة تحبذ الانفتاح. فحتى في داخل اللجنة الأشياء التي طرحت في التحضير يعني أهمها شكل الدولة. يعني حقيقة في ناس يودوا أن تكون الدولة التشادية دولة مركزية، وفي ناس يودون أن تكون بشكل آخر، يعني الحد الأقصى طبعا فيدرالية، الحد المتوسط اللي هو اللامركزية. في ناس مثلا على سبيل المثال يودون أن تكون تشاد دولة ذات لغة واحدة، في ناس يودون أن تكون ذات لغتين، في ناس يودون أن تكون الحقيقة المؤسسات العامة في الدولة واحدة فقط، يعني بمعنى آخر برلمان فقط. في ناس يودون لا يجب أن تكون هناك مؤسسات أخرى تراقب وتتابع البرلمان أيضا، من بينها طبعا الهيئة يعني المجلس الأعلى الدستوري، من بينها مثلا المجلس الأعلى للإعلام، من بينها مثلا المجلس الاقتصادي الاجتماعي. في ناس لا يودون هذا، لكن مع ذلك طرحت هذه القضايا بقوة. وحتى أن بعض الناس يودون الأحزاب المحدودة، بعضهم يودون لا الأحزاب المفتوحة، يعني بمعنى آخر السماح. أيضا المجتمع المدني السوسيتي سيفيل، في ناس ما كانت تحبذ أبدا الانفتاح نحو المجتمع المدني. أيضا نحن نسمي في بعض الأحيان الحرية الاقتصادية، في ناس كان عندهم رأي أن الحرية الاقتصادية أو الانفتاح الاقتصادي قد لا تكون نتيجته إيجابية. أيضا موضوع طرح في المؤتمر التعليم بالذات، ما نسميه نحن بالتعليم المجاني أو التعليم العام. بروف طبعا مواضيع بهذا المستوى، من هم المشاركون في هذا المؤتمر الذين يناقشون مثل هذه القضايا وبالتالي يعتمدون ما يناقشوه في غيره؟ طبعا المؤتمر الوطني المستقل حقيقة حددت قواعده، يعني نحن حددت بعض القواعد للمشاركة، فهي حوالي 5 فئات أساسية شاركت في المؤتمر الوطني المستقل. أول حاجة القوى السياسية. حقيقة في هذه الحالة أنا يجب أن أعترف الآن المفاوضات والانفتاح السياسي أدى حتى بالمشاركة المعارضة الخارجية،
يعني جوكوني كان في المعارضه المسلحه الخارجيه، شارك معنا في المؤتمر المستقل، وشاركت ايضا بعض الفئات في المعارضه، يعني بمعنى اخر المعارضه السياسيه السلميه والمعارضه السياسيه الخشنه ايضا شاركت في المؤتمر. هذه القوى السياسيه والاحزاب السياسيه، كان في تلك الفتره الاحزاب ليست كثيره، لكن مع ذلك شاركت جميع الاحزاب المصرح لها في تلك الفتره، وهي ليست كثيره لكن شاركت. ايضا القوى السياسيه الناشئه، شاركت القوى السياسية التي قدمت إلى وزارة الداخلية ولم تصدر بعد تراخيصها، أيضا شاركت معنا في المؤتمر المستقل. بعد ذاك حقيقة جاءت مشاركة في بعض الأحيان نسميها نحن المجتمع المدني، يعني جميع الجمعيات المدنية بالذات جمعيات حماية الأطفال، حماية المرأة، النون فيولانس اللي هو اللا للعنف، الشباب، هذه المرأة كلها شاركت في المؤتمر الوطني المستقل. أضيفت إلى المجتمع المدني نحن نسمي فيهم السلطات التقليدية، السلاطين الكبار والملوك شاركوا أيضا، اللي هي الحقيقة التي ترعى الأعراف والعادات والتقاليد، شاركت أيضا في المؤتمر الوطني المستقل. ومن الحاجات المهمة جدا التي شاركت في المؤتمر الوطني المستقل وأدت له ميزة يعني يتميز بها، هو استفادته من ما يسمى بالشخصيات المرجعية. يعني المؤتمر الوطني المستقل انفتح نحو الشخصيات المرجعية، بحيث شارك ناس أكاديميين، في بعض الأحيان ربما رجال دين، رجال يعني إعلام في أماكن معينة، ناس كبار في السن، سياسيين سابقين ورؤساء جمهورية ورؤساء أحزاب، يعني حقيقة في مشاركة من نسمي فيها الشخصيات المرجعية. وأخيرا المؤتمر الوطني المستقل انفتح لما سماه هو بالمراقبين الخارجيين، يعني شاركوا معنا ربما جميع سلك الدبلوماسي الموجود في تشاد، دخلنا معانا جميع المنظمات المعترف بها في تشاد، الاون جي وبالذات الخيريه التي تقوم باعمال فاعله في تشاد، شاركت معنا في المؤتمر الوطني المستقل. هذه الخمسه فئات هي التي كونت حوالي 600 شخصيه، 600 مشارك في المؤتمر الوطني المستقل، من مشارب ابدا من الاجتماع للسياسه للثقافه للاعلام للحياه الاجتماعيه، كلهم حتى الشيوخ والسلاطين والملوك شاركوا معنا، وكان الحقيقة الحوار في بعض الأحيان يبدأ من اهتمامات الشارع لاهتمامات القصر. يعني نعم، شكرا بروف على هذه المعلومات. دكتور حسن يعقوب علي، باعتبارك متابع لمجريات المؤتمر الوطني المستقل، ما هي أهم المواضيع التي طرحت في المؤتمر؟ طبعا المؤتمر يعني في مواضيع كثيرة يعني ناقشها، خاصة من الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية وكذا، لكن رأيت أنه يعني أكثر من 60% المؤتمر كان يناقش قضية اللغتين، خاصة قضية اللغة العربية، وطرحت يعني وجهات نظر كثيرة جدا. ما هي وجهات النظر المختلفة حول يعني اللغتين. أتذكر في واحد يقول إحنا نريد اللغة العربية أن تكون اللغة العربية التشادية، اللغة العربية التشادية بمعنى أنه تكون لغة دارجية. ونحن كان كنا باعتبارنا كان يعني عندنا جمعية اللغة العربية وكذا وعندنا المؤسسات آنذاك، فنحن قلنا نرفض يعني اللغة تكون لغة دارجية، لأن اللغات ما ممكن تعتبر اللغة دارجية تكون لغة رسمية ولغة علم، فاللغة العربية لغة كاملة ولغة يعني معروفة، لغة دبلوماسية، لغة معروفة حتى في الأمم المتحدة. يعني بالتالي قلنا لابد تعتبر اللغة العربية الرسمية هي اللغة العربية الفصحى وليس اللغة العربية الدارجية، لأنه الدارجية في تشاد ذاتها احنا متفقين فيها، لأنه الدارجية بتاع الجنوب والدارجية بتاع الشرق والوسط كلها يعني في اختلافات لأنه دخلت فيها، أما اللغة العربية الفصحى فهي تجمع الناس، وهذا فعلا ما أخيرا ما تم الاتفاق عليه. ومن ذلك الحين أدى طبعا التمهيد أدى إلى أنه لابد. هل واجهتم صعوبات باعتباركم كمثقفين باللغة العربية لكي تثبتوا رأيكم على اللغة العربية الفصحى؟ واجهنا فعلا صعوبات، ولكن احنا في أتذكر تماما عندما قالوا يعتمد اللغة العربية الدارية، احنا اجتمعنا برا، نحن ما بتاع اللغة العربية اجتمعنا وقلنا إذا ما اعتمدوا اللغة العربية الفصحى سوف يحدث شيء في المؤتمر. وطوالي يعني يحدث شنو؟ يحدث كان عندنا يعني افكار، يعني كان تحدث شيء، المهم ما في داعي لذكرها، لكن المهم كنا يعني عندنا موقف، عشان هذا حق وحق ثابت وحق يعني لا نزاع فيه بقدر الامكان، لان هي اللغه لغه المواطنين قبل كل شيء، ولغه العلم بالنسبه لنا احنا، ولغه الدين عندها يعني حاجات كثيره جدا. فاذا اللغه العربيه
أخرجت أرضيتنا، يعني كانت تحدث مشكلة كبيرة جدا. وأخيرا اعتمدت بالتصويت ولا؟ لا لا لا، بالإجماع أنه خلاص اللغة العربية هي الفصحى، هي التي تعتبر. ومن هنا لحد ما دخل في الدستور الحالي دستور 96، البداية بدأت من المؤتمر شنو الوطني الحر. ومن في الأخير طبعا كل الناس اقتنعوا، بعد الاقتناع خطوها في الدستور في المادة التاسعة من الدستور الحالي باعتبارها اللغة، يعني اللغتين العربية والفرنسية حتى عندنا هذه القضية. البروفيسور محمد صالح أيوب، باعتبارك مشارك في المؤتمر الوطني المستقل، ما هي المواضيع الأخرى المهمة التي نوقشت في المؤتمر؟ الحقيقة أن المؤتمر الوطني المستقل أهم اللجان التي عملت فيه هي لجنة السياسة العامة، والحسن حظي كنت عضو فيها. لجنة السياسة العامة هي التي وضعت مسودة الدستور التشادي الحالي، وهي التي وضعت أيضا مسودة المؤسسات الكبرى في الدولة وأقرتها. لأن كان الحوار قوي جدا، يعني أن في ناس حضروا معنا المؤتمر وكانوا لهم خبرة ولهم تجارب في 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 يعني الدول الآخرة، وربما في بعض الأحيان من أيضا لهم قراءات ولهم يعني ثقافة حول السياسة العامة للدولة، والتي من الممكن أن تكون رؤية المستقبلية بعد المؤتمرات المستقلة التي يعني عورناها عديل كده تكوين دولة المؤسسات. يعني نحن قلنا في المؤتمرات المستقلة في لجنة السياسة العامة يجب من الآن فصاعدا أن نكون تشاد دولة المؤسسات، يجب أن يكون هناك جمعية وطنية قوية، وبديناها بما سميناه بالمجلس الانتقالي. نعم. مجلس الانتقالي في الواقع كان مجلس انتقالي، يعني انتخبوا أعضاء من داخل المؤتمرات المستقلة. نعم. من داخل المؤتمرات المستقلة، وكوننا حكومة انتقالية أيضا من رئيس الوزراء انتخب من داخل المؤتمرات المستقلة. والوزراء، الوزراء جزء منهم أو على الأقل في مرئيات حولهم، يعني وضعت بعض المعايير يعني رئيس الوزراء اختير من داخل المؤتمرات المستقلة اللي هو فدل منقار. نعم. مشهور جدا حقيقة يعني. نعم. فإذا نحن حقيقة في داخل المؤتمرات المستقلة بذلنا جهد كبير أن تتحول دولة تشاد من دولة الحكم الفردي إلى الحكم المؤسساتي. فوضع النظام الأساسي للدولة اللي هو نحن نسمي فيها الشرط الانتقالي، هذا المجلس الانتقالي أو الميثاق الانتقالي الذي هو مسودة الدستور الحالي. يعني التغييرات الآن لو واحد خط الشرط وخط التغيير حيشوف تغييرات بسيطة جدا، والنقاش كان حاد جدا بالذات حول قضيتين أساسيتين: شكل الدولة والإدارة العامة للدولة. شكل الدولة الناس كلهم حقيقة مصرين على وتعودوا، والمشكلة الناس تبرمجوا، تشاديين تبرمجوا على الدكتاتورية. الفرنسيين حكمون 60 سنة بالدكتاتورية اللي هو السانتراليزاسيون. نعم. اللي هو المركزية، أن في أوامر يجيك من فوق وأنت تنفس. الآن نحن في المؤتمرات المستقلة قلنا لا، في أشكال أخرى. بعض إخواننا سواء كان من الشمال أو من الجنوب، وهذا يجب أن نعترف حقيقة كان في أحزاب من الشمال كانت تريد الفيدرالية. حتى ما هي حجة من يريدون الفيدرالية؟ حجة أنها مظهر من مظاهر شكل الدولة اللي فيه حرية للمواطنين. ما هو داير انفتاح ولا لا؟ أقصى درجات الانفتاح، أقصى درجات الحرية في شكل الدولة أن تكون فيدرالي، أن أي يعني أنتيتي تيريتوريال أو نحن نسمي فيه وحدة إدارية، أي وحدة إدارية تتمتع بحريتها الاقتصادية، حريتها السياسية، وحريتها التعليمية، وحريتها الثقافية. لا فيدراليه، تكون فيدراليه هي التي تدير امكانياتها الاقتصاديه والثقافيه، وهي التي تقرر. لكن في الاخير عندنا وسط، فكان الحقيقه في حكماء من بينهم حقيقه انا لازم اشكر في هذه الجلسه حقيقه البنجو ويوسف صالح موريس. البنجو موريس ويوسف صالح عباس. نعم. هم ده رئيس المؤتمر وهذا نائبه. حقيقه الناس دي اخذوا خبره من الخارج. واعتقد البونغو اشتغل في منظمه العمل في سويسرا وكذا، والبونغو اقصد وصالح عباس ايضا اشتغل، يعني حقيقه اخذ جونه بخبره شنو. نعم. ان يا ناس خذوا الوسط، يعني ما قلنا نحن ما والله ما قرينا حديث ولا قلنا خير الامور اوسطها، هم اللي جونا قال لنا يا ناس صحيح ان هذا المؤتمرات المستقل ومن حقكم ان تقرروا المركزيه او من حقكم تختاروا الفيدراليه اللي هو اقصى درجات شكل الدوله، لكن تعالوا نحن ناخذ الوسط ونجرب ناخذ اللامركزية. واللي جربناها الان 25 سنه صحيح ان عندي الان ما تعودنا عليها، وصحيح عندي الان في ديسنتراليزاسيون، لكن صراحه ادت انفتاح كبير.
أدت أول مرة الناس يجرب أنه من الممكن أن يمشي برجليهم. زمان كان والله المشي الناس ينتظروا من فرلمان يقول لهم تمشوا كيف. يعني الناس الآن على الأقل في كل منطقة على الأقل يقدروا يقولوا يجمعوا الضرائب كيف، يقدروا يقولوا السوق ده يحولوا من سوق إلى مكان آخر. ممكن ما الفرق بين الفيدرالية واللا مركزية؟ الفرق بسيط، أن الفيدرالية اللا مركزية المركز يحتفظ ببعض السلطات لكنه يفوض بعض أو جزء من الصلاحيات الإدارية والسياسية والاجتماعية والثقافية للمنطقة الإدارية، لكن ليس كلها. هو يحتفظ بشيء ما يسمى الآن يسمى الجوفرنير. يعني الجوفرنير الآن هو ممثل المركزية في داخل اللامركزية. في في الفيدرالية لا يوجد جوفرنير، ما يوجد جوفرنير، ما يوجد ممثل للسلطة المركزية في داخل المؤسسة اللي هو الإدارية. نعم. طيب دكتور، تقريبا من أهم المواضيع التي نوقشت في المؤتمر الوطني المستقل قبل قليل طرحتم لنا مسألة اللغة العربية، وهنا دكتور حدثنا عن شكل الدولة، فيدرالية أم مركزية، وأخيرا الناس اتفقوا على اللا مركزية. ما هي المواضيع الأخرى التي طرحت في المؤتمر الوطني المستقل؟ من أهم المواضيع التحديد يعني الموجهات الأساسية للدستور. يعني ده المؤتمر الوطني هو الذي كما ذكر البروف صالح أيوب، يعني الأهم حاجة هو كيف نعمل أساسيات في الدستور بتاعنا. ودي جاءت من الدستور بتاعنا هسا اعتمد كما ذكر البروف، اعتمد على ما قاموا به أعضاء المؤتمر الوطني الحر، فأخذوا عملوا مسودة الدستور، ودي كان يعني فيها جوانب أساسية جدا التي اعتمد عليها الدستور الحالي. دي كان من أهم الأشياء التي قام بها. تاني قاموا باختيار أولا يعني المجلس الاستشاري ممثل من جميع المحافظات، يعني كان زي كانوا زي كأنه نواب لل يعني للبرلمان، يعني ممثل فيه كل المديريات. وبالتالي يمكن يعني حددوا الفترة الانتقالية ذاتها، حددوا الفترة الانتقالية، ويعني كمان اختاروا حتى زي ما ذكر اختاروا رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء بعد كده يستطاع أن يكمل بقية الحكم. فأتخلي دي كان من أهم المواضيع التي يعني يستطاع المؤتمر الوطني الحر أن يعني يبت فيها ويخرجنا من الأزمة التي كنا فيها يعني بقدر الإمكان. يعني كان تمهيد فعلا لإرساء دولة ذات قانون، دولة ديمقراطية يتمتع الإنسان في اختيار، هو اختيار حرا لمن يريده في تمثيله في السلطة السياسية. البروف محمد صالح أيوب، طبعا من ضمن الشخصيات التي شاركت في المؤتمر الوطني المستقل الشخصيات المرجعية، ما دور هذه الشخصيات؟ علما بأن المؤتمر أحيانا يصل في خلال النقاش إلى مرحلة تقريبا الطرق تكون مقفولة، ما دور هذه الشخصيات المرجعية في المؤتمر الوطني المستقل؟ والله دورها زي ما ذكرت أنت الآن، وحلحلة النقاط التي فيها خلاف شديد. أنت تعرف أنا ذكرت لك أن المشاركين من حوالي خمسة فئات، كل واحد منهم دخل ببرنامجه. القوى السياسية دخلت ببرنامجها، المجتمع المدني دخل ببرنامجه، التقليديين أو السلطات التقليدية دخلت ببرنامجها، يعني حقيقة حتى المراقبون دخلوا ببرنامجهم، يريدون أن يودوا الدولة كيف تمشي، كيف أي دولة لها، والمؤسسات التي تعمل معنا هنا، المنظمات الدولية، المنظمات الخاصة، كلها شاركت وكانت لها برامجها ولها أراءها. لكن حينما تحتدم الحقيقة القضايا وتظهر منطقة معينة أو قضية معينة لا يوجد حل، تظهر أهمية الشخصيات المرجعية. أنا أتذكر كان في بعض المواقف من الناس الذين دخلوا المؤتمر الوطني المستقل في فترات، أعتقد بوسط المؤتمر الوطني المستقل جميل الدراسة ودخل طوالي، اللي هو موسى فكي. موسى فكي تلميذ المؤتمر الوطني المستقل ودخلوه كشخصية مرجعية، لكن أفادنا جدا بتجربة الكونغو برازافيل لأنه هو دارس في الكونغو برازافيل. فنحن حينما دخل معانا كشخصية مرجعية كان أفادنا جدا. أيضا له كان بعض العلاقات مع بعض القوى الخارجية، بالذات ناس جوكوني، مجموعة جوكوني شارك بسبع أشخاص وكانوا قاعدين قدامنا في الشخصيات المرجعية، كانوا قدامنا مباشرة. كان في بعض الأحيان عندهم آراء، يعني آراء شوية يعني حقيقة صعبة شوية في بعض الأحيان، يعني حتى بعض الأحيان حتى تخرج عن المؤتمر. فكان ميزة الشخصيات المرجعية هو إرجاع هذه الفئات حينما تتعارض
أهدافها، حينما تتعرض رؤاها، حينما تتعرض رسائلها اللي بتوجهها في داخل المؤتمر، تأتي شخصية مرجعية وتعدل المسار. وأتذكر كانت معظم التداخلات المفيدة للمؤتمر والتي أخرجته من بعض المواقف الحرجة كانت تأتينا من الشخصيات المرجعية. لأن كل ما يتكلم قوة سياسية تعبر عن قوة سياسية، يتكلم المجتمع المدني يعبر عن المجتمع المدني، يتكلم واحد مثلا من المعارضة الخارجية ولا الداخلية يتكلم عن لكن حينما يعبر الشخص المرجعي يعبر عن رأي يخرج المؤتمر إلى بر الأمان. وكان هذا هو يعني أنا حقيقة نسمي فيه المبرد في داخل المؤتمر، كل ما تسكن يظهر واحد يبرد لنا القضية. وأنا أتذكرهم تماما والله، يظهر واحد ربما لم يتحدث إلا مرة واحدة في المؤتمر، في المؤتمر، لكن هذه المرة تكاد تكون أحية المؤتمر كله، لأن الإنسان المنتمي إلى جهة سياسية معينة عندما يتحدث فالجهة الأخرى لا تثق به ولا ترضى بكلامه، يجي واحد ما له أي علاقة يتحدث بشيء لما يستغرب يقول ده جابه من وين، ده يعبر عن شنو، بعدين يبدو يفكروا في أنه هو ينتمي إلى شنو، حضرت ما يلقوا ينتمي إلى وين المؤتمر ينجح. وحقيقة هذا ليس فقط أنا ما قلت، بعدين أذكر بعض الشخصيات التي ساهمت وحتى من خارجنا إحنا كمراقبين والله أفادونا أن الشخصيات المرجعية كان منهم ممكن تذكر؟ نعم يعني أنا أتذكر هذا الشخص كان روبير. روبير ده شخص من البيبا أوروبي، حضر معنا المؤتمر، له خبرة سابقة بالأوضاع السياسية والصراعات السياسية في جهات وبالذات الثورات الجديدة، كاتب عنها. فكان بيقول لنا شنو، أنه أنت حينما تحتدم المواقف التي لها خلفيات سياسية أو اجتماعية أو مصلحية أو في بعض الأحيان حتى خارجية وداخلية، دوركم أنتم أن تبردوا هذا. وكان بيجينا والله، كان بيجينا وبنتقي طبعا الناس الذين لهم يعني آراء حينما تحتدم المواقف، سواء كانت حول البلنجيسم، حول الـ يعني فورم ديليتا أو شكل الدولة، أو في بعض الأحيان حول المؤسسات، لأن السياسيين بالذات اللي هي المجموعة اللي قلت لكم، سواء كان المعارضين أو المؤيدين أو هم في تلك الفترة كانوا يسموهم المعترف بهم والمعارضة الخارجية، المعارضة الداخلية والمعارضة الخارجية، هدول حينما يعني جاءت مسألة المؤسسات وبالذات التعددية السياسية، في الواقع كان بعضهم يفكر في مصلحته هو ويفكر في حزبه ويفكر في أنه والله ثورته ولا مش عارف الجناح بتاعه لو دخله هيشيل كم وزارة، ما داير يعني الانفتاح السياسي بالمعنى اللي نحن دايرونه. نحن دايرين مؤسسات، هم دايرين مصالح، نحن دايرين مؤسسات عبارة عن تنداسات، عبارة عن تنداسات دايرين مصالحهم سواء كان داخلين أو خارجين. نحن كحقيقة ك يعني نسمي فيها شخصيات مرجعية، كان هدفه، والرجل ده كان من الناس اللي بوجهون هذا التوجيه، وحقيقة كان صائب في توجيهه، أنه يا ناس أنتوا يجب أن تتجاوزوا المصالح المؤقتة ويجب أن تفكروا جهات الغد جهات التي تقودها المؤسسات، يجب أن لا تفكروا في الناس الموجودين قدامكم ديل. وكان أتذكر يعني من الشخصيات المرجعية يعني شخص إعلامي أعتقد اسمه حسين، هذا كان ذكي وكان من الشخصيات المرجعية، كان يحل لنا بعض القضايا. محمد حسين نعم. هذا الشخص، لكن نحن ساعدنا كشخصية مرجعية بيحل لنا بعض الأمور وبيوفر لنا لقاء أو اتصال ببعض الشخصيات وبعض الفئات المصلحية في داخل المؤتمر الوطني المستقل، التي كانت في بعض الأحيان تجر المؤتمر نحو يعني حقيقة حينما جينا المسألة الفيدرالية ما فيدرالية، كان في ناس من المجتمع المدني كان يجرون جدا نحو الفيدرالية وكشكل الدولة. فنحن حجتهم شنو في حجتهم هو الكلام اللي قلت لك قبل شوية، أن هم بأن بديهم استقلالية كبيرة، وأن بديهم أنهم يستخدموا لغتهم وبدل اللغة الفرنسية والعربية، أنهم يستخدموا اقتصادهم بدل أن يعينوا مناطق صحراوية ليس فيها إنتاج. حقيقة كان بعضهم ذكي جدا، كان يكلمني يقول لنا مثلا منطقة زي منطقة معينة، هذه المنطقة عندها اقتصاد وعندها ناس متعلمين وعندها مؤسسات، أنتوا في مناطقكم الشمالية مناطق صحراوية ما عندك اقتصاد، ما عندك مؤسسات، ما عندك تعليم، ليش تجبرونا نحن ندعمكم؟ ليش تجبرونا نحن ندعمكم؟ أنتم عالة علينا. هم بالتعبير الحرف هم يقولون، قلنا لهم مش عالة عليكم أنتم، نحن عالة دولة شادية، يجب أن نفكر في كيف كلنا نقيف بعض. الرجل هذا كان من الناس اللي يقول لنا كده، فكروا في كيف تقوف كلكم سوا، مش تقيف مثلا كلكم سوا. وحتى حاليا أحيانا الإنسان إذا كان تنظر إلى الأمام وإلى المستقبل البعيد
أحيانا قد تكون هناك ثروات طبيعية أكبر من المناطق الموجود فيها ظاهريا وفي ما بعد. هذا هو المنطق. يعني الآن في مناطق الآن نعتبر هم قلنا لهم في مناطق الآن تعتبرها صحراوية، حصل في دول مجاورة لنا انفجر فيها، انفجرت فيها المنافع، اليورانيوم، الذهب، كذا، وبقت الآن هي التي تغذي المناطق التي كان يظن أن فيها يعني فيها اقتصاد، فيها كذا. فلا تظنوا هذا خير لكم، تعالوا الآن نبدو بتجربة اللامركزية ونجربها وإن شاء الله ننجح فيها. حينما ننجح فيها ونشوف أنها كويسة، لما لا ننتقل بالتدريج وبعد ناخذ لنا خبرات وتجارب وربما نشيل ناس ندربهم، ننتقل للمرحلة الأخرى ونحن عندنا كوادر، عندنا كفاءات، عندنا قدرات، بحيث أننا ما ندخل في متاهات. نعم. وقلنا لهم الفيدرالية طبقت دولتين مجاورتين لنا وما نجحت. نعم، شكرا بروف محمد صالح أيوب. دكتور حسن يعقوب علي، تقريبا المؤتمر الوطني المستقل عقيد وطرحت مختلف المواضيع ونوقشت فيه، ما هي مخرجات المؤتمر الوطني المستقل؟ بماذا آخر؟ المخرجات، أول حاجة، الأول مؤتمر أظن يجمع الشاذين بجميع مختلف طبقاته ومختلف فئاته المختلفة. ده كان أنا أعتبره ده نجاح جدا للشاذين، لأنه حتى كان يعني الفئات العسكرية المسلحة هي ذاتها كان حضرت في هذا المؤتمر. يعني إذا كان البعيد من البعيد جدا أنه ما حد يزافر، معناها في النوايا مع المؤتمر ده يعني جعل أن الشاذين عندهم نوايا أنه ممكن يتحدوا وأنه ممكن يتعاونوا وأنه ممكن يتفاهموا. أنا أتخلى دي من الأشياء الأساسية يعني التي يمكن يعني أدى يعني المؤتمر أدى إليه. يعني لا نيأس الحمد لله، وأظن يعني كل ما الناس مشوا إلى الأمام وكل ما الناس تعلموا وكل ما تقدموا عزين الحاجات الصغيرة صغيرة تنتهي، والناس يمشوا إلى أن يكونوا أمة واحدة حقا بقدر شغلك. ولذلك عشان كده كان المؤتمر أعتبره يعني نقطة تاريخية مهمة جدا، ويعني علينا فعلا أن نهتم بها لأنه مثال يحتذى به. ويمكن أن يعني حتى كان مهما كان طبعا الناس مهما كان ما تقدر تجمع بينات، لكن يمكن الناس يجتمعوا في الأشياء الأساسيات التي تؤدي إلى تقدم الدولة وتؤدي إلى التطور وتؤدي إلى التحابب والتآخي. يمكن أن يدخل يعني من خلال هذا المؤتمر يمكن أن يعني نستفيد منها. إضافة إلى ذلك يعني علمتنا أن إحنا مهما كان كيف نعرف الديمقراطية، يعني شنو الأشياء الأساسية في نعرفه كيف الدولة يعني الديمقراطية. يعني لأول مرة في المؤتمر الوطني المستقل. أيوة، الديمقراطية اللي فيها يعني الدولة لابد أن يكون عندها يعني السلطات الثلاثة منفصلة من بعضها البعض، وأي سلطة لها حسب الدستور، يعني أي سلطة لها أي 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 مؤسسة مثلا زي البرلمان يعني سلطة، إذن هو عنده سلطات متخصصة حسب الدستور، والحكومة عندها سلطة حسب الدستور، وبالتالي القضاء عنده سلطة حسب الدستور. فلذلك نحن لما نطبق طبعا يقول مونتسكيو تعالى فرنسي يقول يعني بما أنه الديمقراطية هي معناتها لابد يكون في فصل السلطات، الفصلات هذه لابد أن تكون منفصلة تماما وتؤدي دورها بناء على الدستور، والدستور هو القانون الأعلى. فلذلك يجب علينا أن نراعي دائما بقدر الإمكان نحن نطبق يعني هذه الديمقراطية حقيقة حتى نخرج من هذه المشاكل. وده يمكن أتخلى يعني التجربة دي يعني صالحة لأنه بقدر الإمكان يعني إن شاء الله يعني تطبق الديمقراطية الحقيقية ونخرج من يعني من التطور، من طور التخلف إن شاء الله إلى طور التطور. نعم، بروف محمد صالح أيوب، تقريبا عقد المؤتمر الوطني المستقل وطرحت كل المواضيع، ما هي المخرجات الرئيسية للمؤتمر الوطني المستقل؟ بعد نهاية المؤتمر يمكن أن نقول حصل كذا، خرجوا بكذا كذا كذا كذا. طبعا أنا أتمنى أن احنا نكون واقعيين. المؤتمر الوطني المستقل كان رؤيته أساسية هي تكوين دولة المؤسسات، فكون هذه المؤسسات. نعم. يعني المؤتمر الوطني المستقل وضع أسس لتكوين مؤسسات للدولة التشادية. أول حاجة، أهم حاجة فيها التعددية السياسية. نعم. يعني من الآن فصاعدا في تشاد لا يوجد رأي واحد، توجد آراء متعددة، وهذه الآراء يجب أن تحترم وتؤخذ بعين الاعتبار وتعطى لها الحصانة. أيضا المجتمع التشادي متعدد المنظمات المجتمع المدني، يعني ما واحد يجي يقول لي عندي منظمة واحدة لحقوق الإنسان، من الممكن تبقى 10، ممكن تبقى 5، ممكن تبقى 2، يعني تعدد منظمات المجتمع المدني أو دعمها ويعني ضمان وجودها. أيضا أنا في بعض الأحيان يعني المؤتمر الوطني المستقل أرسى دعائم لبرامج أساسية لما نسميه
بالحقيقة الديمقراطية الاجتماعية. المؤتمرات المستقل كانت من بين الرسائل التي أرسلها أو بثها في المجتمع التشادي أن من الآن فصاعدا تشاد تمشي نحو الديمقراطية الاجتماعية. الديمقراطية الاجتماعية شنو؟ أهم حاجة فيها إقرار نظام تعليمي مهم، وهو وضع فعلا يعني المؤتمرات المستقل أوصى أو من أهم مخرجاته أهمية وجود يعني نظام تعليمي يعني مجاني في الأساس، اللي هو اللواء 16، قانون 16 صدر بعد ذلك يقرر هذه النقطة. أيضا أرسل المؤتمرات المستقل ما يسموه بإرساء الجيش الوطني أو تنظيم الجيش الوطني. أيضا من الأشياء التي أرسلها المؤتمر الوطني المستقل الحقيقة حاجة مهمة جدا في بعض الأحيان لا تحت، لكن نسمى الصناديق الاجتماعية، يعني صندوق دعم الرياضة، صندوق على سبيل المثال دعم السكن الاجتماعي، دعم السكن الاجتماعي. أيضا يعني من الأشياء التي الحفاظ على البيئة بالذات التنمية المستدامة، وطبعا البرنامج الآن في الأخير الناس ما عارف إنه جاي منون، لكن حقيقة هذا من نتائج المؤتمر المستقل اللي هي فكرة إيقاف قطع الأشجار. نعم كان من قرارات المؤتمر المستقل التنمية المستدامة، تشجيع الطاقة البديلة، يعني إرساء قواعد المدينة أو الجهة الخضراء. حقيقة كان أحد نتائج المؤتمر المستقل. أيضا من نتائج المؤتمر المستقل التي يعني الآن موجودة قدامنا اللي هي ما نسميه بانفتاح التعليم العالي، كانت جامعة جاد فقط في 93. نعم الطوالي، وأنا عضو هيئة تدريس في جامعة. المؤتمر المستقل قال التعليم العالي الخاص والعام يجب أن ينفتح في المؤتمر المستقل. التعليم العالي يجب أن ينفتح. الآن وصلنا إلى 16 مؤسسة تعليم عالي في جاد. فأنا الحقيقة المؤتمر المستقل رغم كل الحقيقة ربما الإخفاقات، لكن هو الذي أعطى للجاديين فكرة أن والله من الممكن أن نكون أحسن مما كنا فيه. يعني هذا سعة الأفق السياسي الذي أرساه المجتمع المؤتمر الوطني المستقل ليست فقط في الجوانب الفكرية أو النظرية أو أعمال المؤتمر، يعني مخرجاته بالمعنى الكتابي، لا، أولا تحولت إلى جانب واقعي. نعم. يعني الآن المجلس الدستوري يعمل، المجلس الأعلى للاتصال يعمل، المجلس الأعلى للقضاء يعمل، المجلس الاجتماعي والاقتصادي يعمل. هذه مجالس، هذه هي التي تؤكد أن الدولة دولة مؤسسات. يعني اسال انا نحن بعض الدول حينما حصلت فيها اي اضطرابات لا تجد كيف تثبت، ليه؟ لان ما عندها مؤسسات. لكن تصوروا يعني نحن دوله مؤسسات، في كل المؤسسات تعمل الان وعندها مقار وعندها نظم تسير عليها وعندها لوائح. يعني اذا نحن فعلا يعني مؤتمر الوطني المستقل ليس فقط في هذا الكتاب ولا في غيره من الكتب، ابدا في جميع الحقيقه الناحيه العمليه او الحقيقة التطبيقية، المؤتمر الوطني المستقل انتقل من أنا نسمي فيه السياسة الفكرية النظرية العامة التي أرسيت في المؤتمر الوطني المستقل، تحولت إلى سياسة واقعية. نعم. يعني الآن الحزب السياسي يتكلم وينشر أعماله ويدخل في الانتخابات وينجح، كان حلم حقيقة. دكتور حسن يعقوب علي، حاليا بعد 25 عاما من انعقاد المؤتمر الوطني المستقل، ما هي النتائج التي نراها على أرض الواقع؟ والله النتائج التي نراها على أرض الواقع يعني هي واضحة، أن المهم الجاديين الحمد لله تعلموا كيف يعني يمارسوا الديمقراطية، يؤسسوا أحزاب سياسية. زمان كان ده صعب جدا، لكن حس بعد ما المؤتمر يعني فتح هذا المجال، فتجد أن في أحزاب عديدة جدا أسست وعرفوا الطريقة لأسسوا الأحزاب، معناها عرفوا كمان عرفوا كيف أن يمارسوا الانتخابات، كيف أن ذي كلها نعتبرها طبعا خطوات مهما كانت تعتبر يعني خطوات إيجابية نحو التطبيق الديمقراطية الحقيقية. يبقى صحيح يعني في بعض الأخطاء، وده طبعا دول العالم الثالث كلها معروفة بهذه الأخطاء، فلكن يعني نعتبرها نحن إن شاء الله نقطة تفاؤل ونقطة يعني. وأنا كما ذكرت يعني أهم من ذلك كون طبقات المجتمع التالي من مختلف يعني النواحي السياسية كلهم يكونوا على الأقل في مائدة واحدة ويتناقشوا، ده أكبر نجاح أنا أعتبر يعني بقدر الإمكان، وهذا يفتح الأمل
علينا كل ما ان شاء الله ظهرت يعني مشكله واثقين انه ان شاء الله نجد لها شنو الحل. وما ننسى انه ان شاء الله نحن طبعا دوله غنيه وسريعه جدا بجميع الموارد المعدنيه والزراعيه والثروه الحيوانيه، ما نحتاج من الغذاء من العالم من نستورد الغذاء، لازم يكون عندنا كده، وده بخلينا دوله قويه ومتكاتفين ومتفاهمين. ولذلك زين النقطه الاساسيه هي كانت لنا المؤتمر الوطني شنو الحر. فلذلك يعني انا من الناس المتفائلين جدا ان شاء الله المستقبل يشير بخير، لكن يحتاج الى رجعه، ويعني ولو يعني الناس على الاقل ثاني تراجع نفسها وخلي نبدو بدايه كذا يعني قويه، وهذه ممكن قد امكان. الحمد لله نحن الليله عندنا شباب، حتى اذا انت درست المجتمع التشادي من حيث الاعمار اكبر نسبه هي نسبه الشباب، اكبر نسبه. اذا ما دام عندنا شباب بهذه الصوره نستطيع ان نخرج المعادن، نستطيع ان نزرع، نستطيع ان نطور الثروه الحيوانيه. هذه انا اراها يعني من الشيء الاساسي، الاشياء الاساسيه الضروريه، وعلينا ان نفكر يعني تفكير شويه تقدمي، ما نرجع ثاني الى الوراء. هذا ما اراه يعني. بروف، بعد 25 عاما من انعقاد المؤتمر الوطني المستقل، وحاليا وصلنا تقريبا الى نهاية هذه الحلقة التي نسجلها بعد مضي ربع قرن على انعقاد هذا المؤتمر، ماذا تقول؟ انا صراحة يعني المؤتمر الوطني المستقل اعتبره من اهم المحطات التي غيرت صورة تشاد داخليا وخارجيا. داخليا يعني ربما لاول مرة ما انفتح التشادي نحو الآخر، يعني نحو أخيه التشادي، وبطلاقة وبنوع من أنواع الثقة الحقيقة القوية جدا. يعني أنا موجود وأنت أيضا موجود، ومن الممكن جدا نحن كون أنت موجود وأنا موجود لا نتصادم. هذا أول مرة يحدث تواجه يعني فيه جانب يعني أنا أعتبره ثقة بالنفس قوية جدا. الجانب الآخر الصورة الخارجية، يعني أنا متأكد بعد المؤتمر الوطني المستقل مباشرة بدأت تشاد أن تجد مكانتها في المحافل الدولية. بدأنا بالمنطقة الإقليمية السيماك، بدأنا ندخل بعض أولادنا، حتى أنه والله أتذكر كان عندنا بعض إخواننا، وأحد أخونا في المؤتمر الوطني المستقل بقي وزير خارجية فيما بعد، أسأله قال لي أنا حينما بقيت وزير خارجية ومشيت شلت أعمال المؤتمر ومشيت نكلم الناس، لقي ما في تشاد، ما موجود أي تشادي في أي منظمة. السبب هو أن ما قاعدين ندفع في 93 93 94 فما فوق، ما كنا ندفع. يعني في سيماك ما موجودين، في الاتحاد الإفريقي ما موجودين، وفي الأمم المتحدة ما موجودين. السبب أن نحن ما قاعدين ندفع مساهماتنا، مبتلين بمشاكل داخلية، ما عندنا أي صور الخارجية اللي كانت غير واضحة. فقال بدينا بالسيماك، بدينا ندفع الأريري بتاعنا، وبدينا نودي أولادنا للمشاركة، وبدينا نأخذ أولادنا وندخلهم مشان ياخذوا خبرة وتجربة. من السيماك دخلنا الاتحاد الإفريقي، بدأنا ناخذ عندنا أماكننا في الاتحاد الإفريقي، لقينا الحق في أن نرشح ناس. وصلنا إلى نائب، أعتقد المرحوم دوتو كان وصل لنائب مساعد الاتحاد الإفريقي، منظمة الاتحاد الإفريقي. بعد ذاك الأمم المتحدة، بدينا الآن وصلنا لمجلس الأمن، يعني أول مرة في جات. الآن وصلنا لقيادة الاتحاد الإفريقي، ولحسن الحظ الآن يقود الاتحاد الإفريقي من خريجي المؤتمر الوطني المستقل. نحن حقيقة المؤتمر الوطني المستقل محطة أساسية للتكوين والتدريب التشادي في العلوم الحقيقة نحسب في السياسة العامة للدولة التشادية، وربما حتى لأجيال المستقبل. أن من الممكن جدا أن نحن نعقد أي لقاءات من هذا القبيل، وتشادي يقول لتشادي أنا وأنت نبني بلدنا سوا، وفي نفس الوقت يقول للعالم الآخر، يقول للأفارقة إخواننا في السيماك نعمل معكم نبني السيماك، ويقول للاتحاد الإفريقي نبني إفريقي، ويقول للعالم نبني العالم. شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور محمد صالح أيوب، شكرا جزيلا الدكتور حسن يعقوب علي على مشاركتكما في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة الذكرى 25 لانعقاد المؤتمر الوطني المستقل في 15 من يناير عام 1993، ونشكركم على كل هذه المعلومات التي قدمتموها لمشاهدين الأعزاء، ونتمنى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.